إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، يعيش الناس في هذه الحياة ما كتب الله لهم من الأعوام والشهور والأيام، ثم بعد عمر طال أم قصر يرتحلون. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو خاتمة حياته وحسن لقاء ربه، فمن وفقه الله للعمل الصالح في آخر عمره وفي آخر ساعة من الأجل فقد كتب الله له حسن الخاتمة. ومن ختمت ساعات أجله بعمل سيء أو بذنب يغضب الله فقد ختم له بخاتمة سوء، نعوذ بالله من ذلك. وقد أمرنا الله بالحرص على نيل الخاتمة الحسنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما أنه سبحانه رغب وحث في كتابه الكريم على حسن الاستعداد للقاء الله عز وجل بالعمل الصالح والذكر الحسن، فقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولأهمية لحظة الموت الحاسمة في حياة الإنسان، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصون من يلونهم بالحرص على نيل حسن الخاتمة. يقول الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في علاه حكاية عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حسن الخاتمة أمل ودعاء الصالحين والأتقياء الذين قص علينا ربنا سبحانه وتعالى أخبارهم. يقول جل في علاه حكاية عن دعائهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. وفتنة الممات هي الساعة التي يكون فيها العبد في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، ويحاول الشيطان أن يفتنه في دينه ويحول بينه وبين الإيمان بالله في تلك اللحظة التي هو أحوج ما يكون فيها إلى الثبات. فعندها يثبت الله عز وجل المؤمن بالقول الثابت فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عباد الله، لحسن الخاتمة أسباب، وأعظم أسباب حسن الخاتمة المداومة على العمل الصالح وترك السيئات والمداومة عليها والبعد عن الغفلة. فقد جعل الله سبحانه وتعالى ممات الذين يرتكبون السيئات أسوأ وممات الذين يقومون على الصالحات أحسن. ولهذا قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. إخلاص النية لله عز وجل والصدق في عبادته وتقواه من أسباب حسن الخاتمة. يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فإن صدق العبد مع الله بالطاعة سلك به طريق المصلحين وختم له بالحسنى. ومن أسباب حسن الخاتمة الاستقامة على العمل الصالح والمداومة عليه، وأن يلزم الإنسان طاعة لله عز وجل ولو كانت واحدة في كل أحواله. فمن عاش على شيء مات عليه، من عاش على الذكر مات على الذكر، ومن عاش على كثرة الصلاة مات على كثرة الصلاة، ومن عاش على كثرة الصيام والمواظبة عليه مات صائما. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد بشر الله أهل الاستقامة بتأييد الملائكة وتثبيتهم لهم عند الممات. يقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا أي بمعنى واظبوا على الاستقامة في حياتهم، ولو زلت بهم الأقدام فإنهم يرجعون ويعودون إلى ذلك تلك الطريق. تتنزل عليهم الملائكة عندما تكون روحهم في حالة خروج: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كما أن حسن الظن بالله عز وجل من أهم الأسباب التي يوفق بها العبد لحسن الخاتمة، وهو أن يرجو الإنسان ساعة رحمة ربه وكرمه في مغفرة ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ويقول ربنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. ومن أعظم ما يورثنا حسن الخاتمة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، تعجيل التوبة والصدق فيها. فقد كانت سببا في نجاة رجل قتل 100 نفس لكنه صدق في التوبة مع الله، فأكرمه ربنا بحسن الخاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يوفق الله عبده ويلهمه لعمل ما والتزام الأعمال الصالحة والاستمرار عليها حتى يلقى الله وهو على ذلك، فيزيد الله له من الحسنات ويمحو عنه الزلات ويرفع له بذلك الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وفي زمن قريب في الأسابيع الماضية في الطريق السريع وقف رجل مع أهله، إذ يجد عبدا من عباد الله عز وجل قد تعطلت وتعطبت سيارته، فنزل من سيارته ليدفع معه السيارة، فجاءت حافلة فدهسته فمات على ذلك العمل الصالح. هكذا يستعمل ربنا العبد، أن يوفقه لعمل صالح وثم يقبضه عليه. نسأل الله من فضله العظيم، لنعلم عباد الله أن الخاتمة الحسنة هي أول الثمار التي يجنيها المؤمن وهو في طريقه إلى عالم الآخرة، حيث تحسن خاتمته ويموت ميتة حسنة، وتحصل له جملة من الثمار من نزول الملائكة بالبشارة لهم بالأمن وعدم الخوف، والبشارة بالجنة والنعيم المقيم، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم عندما كان يموت كانت تقول فاطمة: وكرب أبتاه، وهو يجيبها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال ابن كثير: أخبر الله عن حال المؤمنين عند الاحتضار أنهم طيبون، أي مخلصون من الشرك أو مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة. نسأل الله من فضله. وقد قال الله عز وجل في الآية السابقة الذكر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يقول الإمام السعدي: يخبر الله عن أوليائه وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم،
فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبيته واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا، وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة أن يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضى من الأزمان. نسأل الله الثبات لنا ولكم، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها المباركون، ليس شيء أخوف على الصالحين من سوء الختام، فإذا ذكرت انفطرت لها القلوب وتشققت وانصدعت وتقطعت لها الأكباد، كيف لا عباد الله، والخاتمة مغيبة والأقدار غالبة، وليس لنا من الله ضمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كيف لا نخاف من سوء الخاتمة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، نسأل الله السلامة. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. والحديث في صحيح مسلم، وفيما اتفق عليه الشيخان: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من عمل أهل الجنة. فقد يرى الإنسان طائعا مخبتا مقبلا على الله، وقلبه فاجر فاسد، قد دست فيه دسائس السوء الخفية. يقول ابن رجب: إن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. انتهى كلامه. فيوم القيامة عباد الله تظهر الفضائح، نسأل الله الستر والعافية، يوم تبلى السرائر. قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول بعض المفسرين: أي ظهرت لهم أنواع من العقاب لم تكن في حسبانهم. يقول الإمام القرطبي: قال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. ومن بين تلك الدسائس النفاق والرياء. كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والإمام البخاري يبوب قائلا: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. انتهى كلام البخاري في تبويبه. ومن الأمور الدسائس التي تخرج عند الموت والتي قد تكون في سببا في سوء الخاتمة: المكر والخديعة والقلوب الماكرة، نسأل الله السلامة والعافية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وعباد الله، يا عباد الله، إن أعظم ما يخاف الإنسان على قلبه، ومن أعظم ما يخاف أن يخرج له وهو لا يدري يوم أن تخرج روحه، الكبر والعجب بالنفس. يقول الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا،
والعاقبة للمتقين. ومن أسباب أو من الدسائس التي تؤدي إلى سوء الخاتمة عقوق الوالدين، وذاك ما كان يخاف منه كثير من السلف. ولذلك كان أبو إسحاق يقول، أبو إسحاق الفزاري كان يقول لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، كان رجل من أصحابنا جمع من العلم أكثر ما مما جمعت وجمعت، فاحتضر فشهدته فقال له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا أستطيع أن أقولها. ثم تكلم فيتكلم، قال ذلك مرتين فلم يزل على ذلك حتى مات. قال: فسألت عنه فقيل كان عاقا بوالديه، فظننت أن الذي حرم كلمة الإخلاص لعقوقه بوالديه. عباد الله، من أعظم ما شهدنا في هذه الحياة وما ذكره السلف رحمهم الله مما يجعل الإنسان يموت على سوء الخاتمة الإدمان على شرب الخمر والمخدرات. قال الربيع بن مرة: أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان، قل لا إله إلا الله، قال: اشرب واسقني. ومن دسائس السوء التي قد تؤدي إلى سوء الخاتمة إن لم يتب منها الإنسان النظر إلى الحرام. يقول ابن القيم: يروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنات صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. فقالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلا ريبة أبدا، لا أجيبك إلى ريبة أبدا. وقال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال: أتنصر؟ قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار، فسقط منه فمات على نصرانيته، فلم يظفر بها وفاته دينه. العشق عباد الله الذي يصرف الإنسان عن حب الله عز وجل، والذي قد مرضت به كثير من القلوب، كان سببا كما روى ابن القيم وغيره من العلماء، كان سببا في مرض كثير من القلوب والموت على تلك الحياة. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وإن الله تعالى قد قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ولا أدري في أي القبضتين نحن عباد الله. ولذلك يقول بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا. وقد كان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ويقول حاتم أصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الخطر الأول خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والخطر الثاني حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث ذكر هول المطلع، ولا يدري أيبشر برضا الله عز وجل أو بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به. فافعلوا الخير عباد الله، واصنعوا المعروف، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ختم الله لي ولكم بالحسنى، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا خير ساعاتنا يوم نلقاه، وخير أقوالنا لا إله إلا الله حينما نلقاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، واللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، إنك سميع عليم، والحمد لله رب العالمين. استووا، أقيموا صفوفكم، سدوا الخلل، اعتدلوا وتراصوا، وحذوا بين المناكب والأقدام.
بالنسبة اللي بعتونا يسألوا عن مصلى النساء فهو مفتوح في أوقات الدروس يوم الثلاثاء والجمعة من المغرب إلى العشاء، دائما مسجد النساء مفتوح يعني مثل اليوم من المغرب إلى العشاء في درس السيرة يكون مفتوح إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.